الا قررتي تلعب البيانو بواحد الطريقه لي بروفيسيونيل الاف 701 ديال لا مارك رولون كيتماشى مع لو ستايل ديالك وكيوفر لك احسن كاليتي دو سون فضاء كبير او لا صغير. كيف ما كنعرفوا في اون غام بحال هادي ولا بد نستافدوا من لي فونكسيون سوبر ناتشورال وهيدفونز 3 دي امبيانس اللي فايت تكلمنا عليهم في دي فيديو اللي سابقين باش نعيش واحد التجربه اللي خياليه. وبيان سور رولون عودتنا على لا كونيكسيون بلوتوث مع لي بيانو ديالها باش كيساعدوني في التعلم اكثر. ندوزو نشوفوا لو ديزاين ديال لو بيانو اللي كيجي في ثلاثه ديال لي كولور نوار ستاندار بلون نيت لايت اوك. كنلاحظوا لا بورت غليسونت اللي كتحل بسهوله ولو بيانو اي تري بيان سواني من كاع لي زونغل. لي بوتون كاملين كيتواجدوا في لا بارتي غوش ديال البيانو اكومباني بواحد ليكرون اوليد اللي كيبين ليا جميع المعلومات مثلا لو سون لي مسيليكسيوني لو تيمبو لا ميزور الى اخره. بالنسبه لي زونتري اللي فيه كاينه اونتري جاك ستيريو اي دو سورتي جاك ستيريو ميني جاك و غران جاك يو اس بي بي بور ميدي و يو اس بي ا على قبل لي زونغوجيسترمون ومباشرة حداهم كنلقاو لو سوبور كاسك. دوزو نديرو ان تيست باش نتعرفو على هاد لو بيانو كتر. كنتمنى نكونو عرفنا اغلب المعلومات على هاد لو بيانو وما تنساوش الا عندكم دي كيسيون تخليوهم لينا في لي كومونتير. كان معكم نبيل من روك بويما. تلاقاو في فيديو جديد.